على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس ايه والله حلوة طرطوس. الكورنيش عم يضحك فيه المشوار ورفوف طيور مكلل بأحلى الأزهار. محلى الكورنيش عم يضحك فيه المشوار ورفوف طيور مكلل بأحلى الأزهار. ومواج البحر الملهوف تنظم أشعار ومواج البحر الملهوف تنظم أشعار. حلوة طرطوس ايه والله حلوة طرطوس. على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس ايه والله حلوة طرطوس. حلوة طرطوس ايه والله حلوة طرطوس. على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس ايه والله حلوة طرطوس. على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس ايه والله حلوة طرطوس. على شط البحر بتتغندر مثل العروس. صباح الخير زينب. يسعد لي صباحك فرح. كيفك؟ منيحة اليوم في شمس يعني تفائلت شوي مع انه مرضانه بس انه يلا معك. سلامتك يلا. سلامتك زينب. بدي اقول صباح الخير لك المشاهدين الاخباريه السوريه وين ما كانوا عم بيتابعونا سواء داخل سوريا او حتى بالخارج. يومين عم نطلع عليكم بتمام الساعه 9 صباحا لحتى نطلع عليكم بكثير من المواضيع والضيوف المميزين ونجاوب على كثير من الاسئله والاستفسارات. اليوم مواضيع بتهمكم وبتناسب ايضا ستات البيوت وبتجاوب على كثير من الاسئله. اكيد نقول صباح الخير ايضا أبطال الجيش العربي السوري وين ما كانوا متواجدين. وبدي أرجع أقول لزينب يسعد صباحك يا زينب. يسعد لي صباحك فرح وصباح الخير لجميع من انضم لرحلتنا الصباحية. إن شاء الله اليوم بيحملكم هيك كل الخير مع وجود هالشمسات الحلوين. إن شاء الله هيك تنجزوا اليوم كل الأمور المتراكمة عليكم يا رب. أكيد بدي وجه التحية أيضا لرجال الجيش العربي السوري خاصة الموجودين بالجبال والمناطق الباردة. الله يحميكم يا شباب. وايضا بدنا نقول لكم من مطعم برلنت عم نطلع عليكم يوميا حتى تكونوا معنا برحله صباحيه فيها كثير من الاخبار من كافه المحافظات السوريه. كل هالاخبار رح نتابعها لكن بعد الفاصل. زينب اليوم 3 شباط وانا هذا الشهر كثير بحبه. اول شيء انه عيد ميلادي فيه زينب، ثاني شيء بحسي انه اقصر شهر بالسنه فبفائل شوي. اكيد وخاصه جو بيقولوا في صحيم كركب بس في شمس اكثر. يوم هيك يوم هيك يوم هيك يوم مثل المزاج اوقات. صحيح. خلونا نروح لجوله اليوم لحتى نشوف شو صار بمثل هاليوم 3 شباط بالتقرير التالي. اليوم 3 شباط كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1815 تأسيس أول مصنع تجاري لإنتاج الجبن بسويسرا، وبعام 1947 انطلاق إذاعة دمشق وهي ثاني إذاعة تأسست في العالم العربي.
وبعام 1962 الرئيس الأمريكي جون كينيدي بيقرر حظر جميع أنواع المبادلات التجارية مع كوبا باستثناء المواد الغذائية والأدوية. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1809 لونسون، موسيقي ألماني. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1924 ويلسون، رئيس الولايات المتحدة 28، حاصل على جائزة نوبل للسلام بعام 1919. وبعام 1975 أم كلثوم، مغنية مصرية. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت مثل اليوم 3 شباط. نهاركم سعيد. أما هلا بنروح لجولة على أهم الأخبار المنوعة حول العالم بنشوفها بهالتقرير. بداية أخبارنا المنوعة لليوم من هالفيديو اللي تداوله ناشطون من مدينة إيرلندية ساحلية، بيظهر رغوة بحر غير مسبوقة غطت شواطئ المدينة. سجلت كاميرات المراقبة لحظة انهيار الألواح الزجاجية لنوافذ واجهة مبنى محطة مترو في سان بطرسبرغ، وحسب المعلومات الأولية بأن الحادثة وقعت بسبب عطل بالتهوية بمترو الأنفاق، وكانت المحطة مغلقة للأسباب الفنية لحظة الانهيار اللي لم تؤدي لأي إصابات. سجلت الكاميرات ثوران بركان جبل إتنا الأكثر نشاطاً بأوروبا، حيث انبعثت الحمم البركانية إلى السماء عدة مرات. زينب، وصلنا لفقرتنا الأولى ورح نحكي عن موضوع بهم كتير من السيدات، وأكيد شرفة المنازل كيف فينا نستخدمها بطريقة صح، لأنه زينب متعودين نسمع أنه هي مكان للكركبة وللأغراض يمكن اللي ما بدنا إياها، كيف فينا نغير هي الفكرة ونستفيد من هذا المكان اللي هو فعلا قسم مميز كتير بالمنزل، سواء بالمزروعات وترتيبهم بطريقة صحيحة. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع عامر البضنا، المهندس المعماري المميز اللي دائما أكيد بجاوبنا على كل أسئلتنا. صباح الخير عامر، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. يسعد صباحك عامر. يعني عم نحكي على الشرفة أو الفيرندا أو البرندا عند البعض، تمام، اللي هي أحيانا بتكون مكان للكراكيب أو للأشياء اللي ما بدنا إياها، أو إذا سقفة العيلة عاملة شيء مهم بتأززها. فخلينا هيك نحكي عن بعض الأفكار لتكون مساحة مريحة بالمنزل، ممكن يكون فيها قاعدة، ممكن يكون فيها غرفة، فخلينا نحكي شوي على الأفكار اللي أنت ممكن تقترحها. تماما، بداية سعد صباحكم.
كل قدنا بنعرف البرندا او مثل ما حكيتي حضرتك البرندا او البرندا او الشرفه، خلينا نحكي المسميات، هي كثير جزء مهم من المنزل بالبدايه. يعني اهم نقطه لازم نوجدنا كده انه هي جزء مهم من المنزل. الاعتقاد السائد عنا انه نحن بدنا غرفه زياده بالبيت، فبنقزز البرندا بنضمها للبيت، او يعني اذا كنا عم ننفض البيت او جديد بنلغي البرندا تماما، بنلغي البرندا كلياتها. ست البيت انانيه بلص تماما، بصير انا بدي كبر المطبخ بدي كبر الصالون بضم البرندا وخلص، ما عندي مشكله انه يروح الفراغ الخارجي. بس نحن بالبدايه لما بنصمم اي شقه او اي بناء بناخذ بعين الاعتبار انه يكون في شرفه اقلها يعني مثلا حوالي متر متر وربع بالعرض ومثلا مترين بالطول، بس حتى يكون في متنفس الهواء الخارجي. ببدايه يعني ببدايه قصص الكورونا وهي كلياتنا بلشنا نحس باهميه هذا الفراغ، المتنفس الوحيد. تماما، المتنفس الوحيد لنا كان هذا الفراغ ببدايه الحظر وحظر التجوال، وهذا الحكي مو بس بسوريا، بكل دول العالم. أكيد. صرنا نشوف مقاطع على الفيسبوك انه الشرفات عم تتحول لاماكن عزف، لاماكن التقاء بين الناس، فتوجهت الناس بسوريا وخارج سوريا لحتى يهتموا بهذا الفراغ بشكل كثير كبير. فبالبدايه نحن لازم ناكد انه الشرفه لحتى انا اقدر ارتاح فيها لازم تكون بمثابه فراغ خاص فيني، مثل انا بدي اقعد ارتاح بغرفتي او بصالوني، انا كمان بدي اقعد ارتاح بشرفتي، فبدي احط شيء اللي انا برتاح فيه، ما بيهمني شو بشوفه العالم، شيء انا ارتاح فيه، سواء من ناحيه الفرش او من ناحيه الاكسسوارات اللي بتنحط. كمان بدنا يعني في نقطه كثير مهمه اللي هي عمليه، حتى انا فرضا لو بدي ازز هذا الفراغ او هذا المكان، انا ما بحب اززه بنوع زجاج غير قابل للفتح، لا انا باززه لحتى استخدمه لهذا الفراغ صيفا شتاء، وهي كمان نقطه كثير مهمه. يعني عامر، بعض الصور اللي كانت يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي لفتت نظري كثير، كانت حلوه، مساحه كثير صغيره لبرندا، فعلا كثير صغيره هي، بس مرتبتها ست البيت بطريقه كثير حلوه، حاطه فيها مزروعات بالوان مختلفه، يعني فيني اقول لك انه ناشره كثير بهجه وكثير كثير عم تعطي منظر حلو، مغيره شكل البنايه كلها. صحيح. كيف فينا نحط المزروعات اذا بدنا نقول على البرندا بحيث انه تناسب المساحه الموجوده عنا وبنفس الوقت ما تلغي القعده، لانه هي القعده بالصيف اساسيه على البرندا. تماما. هلا دائما الخطا الشائع عند السيدات او السيدات المنزل انه المزروعات اللي بنحطها على البرندا بتكون محطوطه باماكن الحركه، فانا فعليا مثل ما قلتي انت حطيت مزروعات فانا صارت البرندا او الشرفه غير مستخدمه. فهون نتوجه لحنا انه نحن نستخدم حائط من جدران البرندا لنحط عليه نعلق عليه المزروعات، او ممكن نعمل المزروعات معلقه خارج السور، يعني معلقه على احواض خارجيه، ممكن تكون هالاحواض محطوطه على الطرف يعني الحاجز تبع البرندا، فعندي كذا طريقه انا ممكن افرد فيها هالنباتات هي. كمان انا بستخدم نباتات نوعا ما تكون متسلقات اكثر، بمعنى انا ببني يعني بكون مكان المزروعات بقرني، بس هي عم تبني عم تعطيني تسلق او عم تعطيني شيء كثير حلو لباقي البرندا، فانا عم فعليا عم مثل ما حكيتي عم بنشر الخضار بكامل من مكان صغير وهي موجود فيها الزريعه الاساسيه. حلو. يعني نعم. طب خلينا نحكي شوية، يعني كتير من العالم اليوم كمان لجأوا لزراعة البرندات للاستخدام يعني مثل ما بيقولوا الغذائي. تماما. كمان كيف فينا ما يكون هذا الشيء عشوائي، حتى القطع الموجودة عنده بالبيت إذا بده يزينا برميل مثل ما هلأ عم بيقولونا بالكنترول تناكس سمنة، ممكن يزينوها يعني بطريقة معينة حتى أنه تعطي شكل جمالي. صحيح. بنفس الوقت ما تكون عشوائية يعني. تمام، مثل ما حكيتي بالفترة الأخيرة لما لجأوا للزراعة المنزلية صاروا يستخدموا أي شيء، ممكن يكون برميل، ممكن يكون مثل ما قلت تناكس سمنة أو أي شيء قابل أنه يحوي تراب، فصرنا نحط فيه التراب وبلش الزراعه. بس هون بلشت العالم ترتكب اخطاء شائعه، انه نحن في مزروعات اساسا ما بتطلع عنا بمنطقتنا بمدينه دمشق. هي اول نقطه كانت. النقطه الثانيه، في مزروعات بحاجه شروشه بتوصل للعمق كثير كبير، فبحاجه اساسا لمساحه كثير كبيره. من المزروعات اللي شائعه الزراعه بالمنزل، ممكن انا ازرع بقدونس، ممكن ازرع كزبره، ممكن اوصل لاني ازرع فليفله ببعض الاحواض. هلا الفليفله وبصل اخضر بتلاقيهم على كل تماما على كل البرندا، هذا شيء مفروغ منه. بس انا ما بدي اروح ازرع مثلا شجر بالنهايه، يعني بهذيك المره عم نشوف كنا باحد البرندات مره ماشيين انه زارعين شجره بقلب حوض، فانه بالنهايه هي قد ما كبرت شجره بدنا نوصل لمرحله رح نقطعها، فنحن ما عم نستفيد منها باي شيء. فدائما في نباتات زينه كمان، يعني كمان نفس المبدا نفس الاخطاء بتكون، نبات الزينه ببلش صغير ما بكون عارف حجمه الاساسي، لما بيكبر بنتفاجئ بالحجم انه العام كثير كبيره هي، وين بدي احطها بالبرندا؟ بصير انا بقيمه بدي كبها برا او بدي احطها بحديقه البناء. فكمان هي نقطة كثير مهمة انه لازم انتبه عليها، توزيع المزروعات
وما بيصير اجمع بين المزروعات يعني مزروعات الزينة وبين المزروعات اللي انا بستخدمها للغذاء، لانه بالنهايه في شيء بيتطفل على شيء، في شيء بيمنع نمو شيء اخر. كمان لازم انتبه لعوامل الطقس، الشمس، الرياح، المياه. في بعض المزروعات ما لازم تشوف شمس، بتشوف ضوء لكن ما بتشوف اشعه شمس مباشره. كمان هي لازم انا كثير انتبه لها بموضوع الزراعه المنزليه يعني. عامر، انا بشوف بعض المساحات عم تستخدم بطريقه غلط. بعض السيدات بيكون مساحه البرنده عنده كثير كبيره، بس توزع المزروعات عندها بيكون بطريقه غلط، فبتلغي اغلب المساحه على حساب يمكن القعده وعلى حساب شيء ثاني. كيف فينا نستخدم بنفس الوقت عم نشوف مساحات يمكن صغيره كثير عم تعطينا هي المساحه يعني حتى راحه للعين وقت بنطلع عليها؟ كيف فينا نحن ناخذ المساحه بطريقه صح نستخدم فيها المزروعات ونفس الوقت نقعد نشم هواء؟ تماما. المشكله انه الخطا الشائع عندنا دائما عم بيكون نحن بنفضل المزروعات بالبدايه، بنروح بنحط المزروعات، بنعبي البرنده او الشرفه او التراس مزروعات، بعدين بنفكر بنحط الفرش. فنحن بالمرتبه الاولى لازم ناخذ بعين الاعتبار مكان الفرش ومكان حركتي انا كشخص بيستخدم هذا الفراغ. بالمرحله الثانيه بلش انا ادور انا وين بدي احط زريعه، وين في عندي فراغ حط فيه زريعه، حط فيه نبات متسلق، نبات عادي، نبات زراعه للطعام. يعني بتشوف انا وين المكان الانسب، الاولويه للفرش، الاولويه للفرش تكون يعني دائما انا بدي اولويه لإلي، لا اقدر اقعد انا مو اجي احط النباتات بعدين اقعد ادور على مكان اقعد فيه انا. هلا عم نشوف احيانا انه بعض الشرفات عم يكون فيها مثلا اماكن خاصه مثل كورنر صغير، زاويه صغيره، عم نتوجه لنحط فيها ارجوحه، عم نتوجه لنحط فيها هيك كرسي خاص، في شيء مميز بهذا المكان، انه انا هذا مكان الرواء تبعي، بقعد هون بشرب فنجان قهوه الصبح مع صوت فيروز، يكون الكورنر الخاص فيني. فكمان هيك قصص احيانا بنلاقيها نحن بدال هذا الفراغ، بدل ما يكون فيه هالكرسي هاد حاطين فيه حوض كبير وزريعه ومروحين جماليه الفراغ هاد. فكمان يعني هي واحدة من الاخطاء الشائعه اللي كثير عم نشوفها بشرفات منازلنا حتى، ويعني حتى بالبعض الاحيان بالتراسات الكبيره مثل ما عم تقولي، يعني تلاقي التراس كثير كبير بس ما له مستفاد منه شيء، مقتول كله تماما أحواض. تماما كله الاحواض زريعه، وحتى احيانا الزريعه عم تكون يعني الحوض كثير كبير والزريعه كثير صغيره، فعم تعطي كونتراست كثير بشع. فانا بدي يتناسب كمان حجم الحوض الزريعه، حجم مكان الزراعه مع حجم المزروعات اللي بدي ازرعها، سواء مزروعات طعام او مزروعات زينه يعني. طيب خلينا نحكي كمان عن يمكن تزيين البرندات، وخاصه مثلا هلا بتعرف كل العالم عم تحط مثلا لدات، عم تحط مثلا اي شيء عم انه مثل الكركبه شيء عشوائي، فهذا عم يعطي منظر ما كثير حلو. كيف يوم بالاغراض الموجوده بالبيت يضوا البرنده وبنفس الوقت يزينوها بطريقه حلوه وبتناسب المساحه؟ هو في عندهم يمكن تناقض مثل ما قلت بين المساحه والزينه او الكراكيب؟ تماما تماما، عم نشوف كثير مشاكل لانه العالم بتفكر هي عم تعمل شيء حلو، انه انا ببلش بحط قصص عشوائيه بالفراغ وبيعطيني شيء حلو مثل ما عم نشوف على الانترنت. بس حتى بالعشوائيه في تنظيم، يعني انا حتى بالعشوائيه اللي بدي استخدمها بهذا الفراغ او باي فراغ ثاني من فراغات المنزل لازم يكون في تنظيم، في تنسيق للالوان، في تنسيق للحجوم، في تنسيق للاشكال. يعني انا مو غلط اني انا اعيد تدوير الامور مثل ما حكينا هلا على بالسمنه على الامور، بس انا هي ما بدي احطها مثل ما هي، يعني انا بدي اعطيها زينه، بدي اعطيها لون، بدي اعطيها بدي اشوف حجمها يتناسب مع حجم الفراغ. ممكن اي قماشه تنحط عليهم تماما، ممكن تماما، ممكن ببساطه الف عليها قماش، ممكن الف عليها خيش ورق. اي شيء، بس انه انا اعطي جماليه لهذا العنصر، مو امسكه احطه مثل ما هو. بالنهايه تراكم هالقصص هي عم تعطيني توصلني للنتيجه انه انا عندي كراكيب وليس عندي شيء جمالي. فانا حتى مثلا بنلاقي بعض ستات المنازل بيقولوا انه هذا الكرسي بلش يصير قديم شوي بنحطه على البرنده. اوكي ما عندي مشكله بهذا الموضوع، بس انا مثلا بجوز احط فوقه شال معين مثلا او قطعه قماش معينه غطي هذا التشوه اللي صاير، بنفس الوقت عم تعطيني قيمه جماليه كثير حلوه لكفراغ مثل فراغ البرنده يعني. كمان بالاضافه لهالشيء عم نشوف احيانا بعض الشرفات عم بلش نحط عليها تابوريل الخشب، بمعنى هدول الطبليات تبع الشحن اللي بنشوفهم دائما موجودين تحت البضائع الشحن، عم نرجع نستخدمهم لنرجع نحييها للبرنده، فعم نفك لهي الطبليه نرجع نفردها على الحيط كخشب، عم ندخل عنصر الخشب بشكل كثير كبير كونه هو عنصر طبيعي. تماما، فانا كونه انا هو الخشب عنصر طبيعي، فانا بدي ارجع للطبيعه بوجود النباتات والخشب، بحس حالي ببيئه عن جد كثير رائعه. فهي واحدة من الاساليب كمان اللي انا ممكن ارجع دور الامور لحتى ارجع استخدمها بالشرفات عندي بالمنزل. عامر، يمكن قبل هذا الوضع كانت ست البيت يمكن تتفنن اكثر، وين في زريعه حلوه، وين في حوض حلو تلاقي له يمكن دور على زريعه بتناسبه. يوم الظروف الاقتصاديه اصعب من قبل وهذا ما فينا ننكره، مثل ما قالت زينب يمكن نقدر نحن نستخدمها لتغذيه
نزرع فيها خضروات بسيطة، ما بدنا نزرع شجر بالنهاية. بتفضل عامر انه ست البيت يمكن تلائم بين الوان الخضروات، بين حجمها وترتبها حتى بين الاصغر للاكبر بطريقه صح، او ممكن هذا الشيء كمان ما نستفيد منه بالخضروات؟ لا طبعا، ترتيب النباتات بالوانها باحجامها وباشكالها كثير نقطه كثير مهمه. يعني انا اشهر شيء بدمشق هو الياسمين، بتلاقي ما في شرفه بدمشق الا موجود عليها ياسمين، فانا وجود النبات الياسمين بحب يكون لحاله، يعني بحب يكون نبات الياسمين له مكان مخصص فيه، خاصة انه هو من النبات المتسلق، فأنا بزرعه بمكان بخلي كورنر خاص فيه. لما يكون عندي مثلا بعض النباتات او الازهار الاخرى، عندي القرنفل، عندي السيقا، في نباتات مزهرة، في بيطلع لها ورود، بيطلع لها ازهار، وفي نباتات زينة فقط اوراق، يعني مثل عندنا الشمسية، عندنا السيقا، عندنا كثير انواع من النباتات هي فقط اوراق وبتضل صيفا شتاء، ما يعني ما بتروح لفتها. بينما في عندي بعض المزروعات او بعض النباتات او حتى بعض الورود بيكون موسميه، يعني انا بجوز فصل الربيع، فصل الصيف، فانا بدي اعرف كيف نسق هذا الموضوع، انه انا بدي اعرف خلال فصل الصيف شو عندي عم تطلع نباتات، طيب خلال فصل الربيع شو في عندي زهور عم تطلع، شو الالوان اللي عم تطلع عندي، شو الاحجام اللي عم توصل، هل يا ترى هالنبته هي عم تعطيني حتكبر حجمها، حيكبر حجمها اكثر من هيك، ولا هي نبات بنسميه ثابت انه ما بيكبر بشكل كثير سريع. فانا هي بدي اقعد بدي اشوف تنسيقها، بحيث انا لا احجب الرؤيه، قاعد بالنهايه على بلكون بدي اشوف رؤيه البلكون، انا ما احجب الرؤيه، نفس الوقت شوف كل شيء نباتات زينه، يعني انا مو قاعد ونباتات زينه وراي ما عم استفيد منها بشيء، لا انا بدي اشوف كل يعني شوفه مشهد كامل متكامل، عم شوف النباتات، عم شوف الورود، عم شوف المزروعات اللي هي مثل ما حكينا مزروعات الطعام، وبنفس الوقت عم شوف المنظر الخاص فيني بمنزلي يعني. فكمان كثير مثل ما حكينا كثير مهم ترتيب الحجوم بالمرتبه الاولى، تجي بالمرتبه الثانيه ترتيب الالوان. احيانا ممكن ترتيب الالوان ما يكون شيء اساسي، كونه انه النباتات بشكل عام انا لما بتطلع يعني الاخضر الطاغي، تماما الاخضر هو الطاغي، لكن بشوف بعض الاحيان بيكون في احمر، في زهري، في اصفر، حسب نوع النبات المستخدم. بس بالمرتبه الاولى هو ترتيب الحجوم قبل اي شيء بصراحه. فبعدين بنبلش بترتيب الالوان. طيب خبرنا هلا، في اشياء كثير بتشوه منظر البرندات مثلا، فينا نسميها انه مو اخطاء شائعه، هي مثل الاذواق. خلينا نحكي عن الشيء الدارج هلا بالنسبه لتزيين البرندات، بنفس الوقت يكون عملي، يعني طبعا الشعب السوري يستفيد منه، ما انه بس نحكي عن شيء ما نقدر نعمله. صحيح. هلا من الاخطاء الشائعه اللي بنشوفها كثير انه احنا بدنا نحاول نعمل خصوصيه للفراغ عنا، فبنروح بنحط شادر، بنسكر البرنده كلياتها. هي كثير دارجه، هي كثير شائعه بسوريا وبطلت موضة. تماما. هلا اكيد هي بالنهايه ما لها موضه اساسا. هي خطا شائع يعني. اكيد تماما خطا قولا واحدا. بالنهايه الشرفه هي مكان لاطلع فيه انا لبرا، يعني انا بدي اطلع شوف برا، فما بدي اطلع شوف شادر بوشي. هلا انا بنفس الوقت باكد على خصوصيه هذا الفراغ، يعني انا الفراغ هذا حلو يكون ست البيت من المحجبات او غير المحجبات، يكون عندها خصوصيه بهذا الفراغ، تطلع تقعد مرتاحه، بس انا هون بفضل اني انا اتوجه لاستخدام النباتات بتامين خصوصيه هذا الفراغ. مثل ما حكينا النباتات المتسلقه لما انا بامن لها بيئه تسلق خاصه فيها، يعني ممكن احط لها لوح خشب، ممكن احط لها شبك معدني، اي شيء امن لنباتات التسلق تتسلق على هذا الفراغ، فانا عم تامن لي خصوصيه بس بنفس الوقت منظر جمالي، ما عم روح احط شادر لحتى سكر هذا المنظر. كثير حلوه هاي الفكره. تماما جد. ما بروح بسكر المنظر كلياته بشادر. احيانا عم نستخدم مثل ما حكينا الخشب لحتى نسكر هذا الفراغ، الخشب بس مو بمفهوم الخشب اللي ممكن يخطر ببالنا انه والله عم نجيب لوح خشب وصفه. غير الخشب وسكر. شو دارج اشياء عم نشوف شغلات عم تتلزق على الحيطان مثل الحجر او شيء. تماما. هلا هي المواد اللي عم تستخدم هي مواد بلاستيكيه عم تكون مصبوبه بقوالب تلزقها على الحيط، هي بتعطي يعني ديكور للحيط اكثر ما تعطي خصوصيه. فانا هي عم تعطيني شعور الحجر ومنظر الحجر، بس هي بنفس الوقت ما لها حجر، هي فقط مثل ما قلتي مواد لاصقه عم تتلزق على الجدران لحتى تعطيني شعور بهذا الحجر فقط، مو اكثر من هيك يعني. كمان عامر، اليوم كثير من السيدات يمكن عم يبذلوا مبالغ ماليه بعضهم كبيره لحتى ياخذوا يمكن الشكل الجمالي، كيف يا ست البيت يمكن من مواد بسيطه، خاصه انه اعاده التدوير هي شغله اليوم كثير انتشرت بشكل كثير كبير. صحيح. نتيجه هي الظروف الصعبه، فكيف يا ست البيت يمكن تستفيد من المواد البسيطه، ما بدنا نكب شيء بنفس الوقت نستفيد منها لحتى نزيد برندتنا. تمام. كثير عم نشوف كمان مثل ما حكيتي بعض الاخطاء الشائعه هي البذخ الفاحش على فراغ مثل فراغ البرنده. هلا البرنده هو فراغ مهم، بس بنفس الوقت ننتبه انه هو فراغ معرض للعوامل الجويه، خاصه اذا كانت الشرفات مفتوحه، يعني ما لها مقززه، ما لها مأمن لها حمايه من الشمس والهواء. فبنروح بنبزخ، بنجيب احسن المفروشات واحسن القطع، بنحطها بنلاقيها بعد شهرين او خلال فصل الصيف بلشت من الشمس تتغير لونها،
تتاكد تماما من العوامل الجويه. فانا بدي انتبه لهذا الموضوع، انه انا لما بدي احط شيء على البرنده سواء جديد او معاد تدويره انا بدي انتبه لموضوع الحمايه. يعني انا بجوز بفصل الصيف مثلا لما يكون في تعرض اشعه شمس مباشره للشرفه دخل المفروشات لجوا او املها حمايه معينه. هلا لموضوع اعاده التدوير، نحن ببساطه مثل ما حكينا انا عندي فرضا كرسي قديم بدي ارجع استخدمه بالبرندا، ما بستخدمه مثل ما هو، باخذ الوج تبع المقعد او الظهر برجع بعمل له تنجيد بسيط من اقمشه المنزل المستخدمه، يعني ممكن وصلها ببعضها الالوان اللي بحبها تماما الالوان الزاهيه. يعني بتلاقي حاطه قطعه قماش مكونه من عده قطع صغيره الوان اصفر زهر ازرق عم تكون لي لوحه جماليه حلوه عم تتناسب مع الخضار. بالنهايه نحن قاعدين بفراغ بده يذكرنا بفراغ السيران بطلعه بالقعده البسط اللي كنا نستخدمها بالارض. بدي ارجع لهذا المفهوم القديم لمفهوم السيران لما كنا نطلع على الغوطه والبسط اللي نحطه بالارض. نفس السيستم انا فيني استخدمه كمان بالشرفه عندي. اضافه انا ممكن حتى ببعض الاحيان عم نشوف انه العالم عم تلجأ للموكيت، يعني انا استخدم شرفه انا فرضا شرفتي حابه بمكان ما انه انا ما بدي استخدم المياه لتنظيف الشرفه بهذا الفراغ، فانا بحط مثلا موكيت. احيانا عم تلجأ العالم تستخدم موكيت العشب، صح العشب الصناعي، فعم تعطي فعلا احساس حلو كثير حلو عم يطلع انه انا اطلع على فراغ فعلا عم احس حالي بحديقه. يعني بالنهايه عم بطلع خلص جازون بالارض عم شوف خضار عم شوف نباتات على الكراسي مريحه عم تكون مريحه للنظر مريحه بالقعده كمان يعني عم تعطيني تضيف عنصر جمالي كثير كثير رائع. اكيد يعني عامر شكرا كثير لك لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. واكيد يمكن ذوق ست البيت هو بيلعب الدور الاول قد ما كانت الاغراض يمكن غاليه وقد ما كانت بسيطه عم نعيد تدويرها ما بتبين جمالتها اذا ما كان في ذوق محبه عم نشتغلها. شكرا لك عامر. اكيد نحن نشكرك يا عامر واكيد نقول دائما البساطه هي احلى شيء باي شيء بالكون ان كان بديكور او لبس او شيء. فدائما بنقول لهم ستات البيوت اعتمدوا البساطه مو التعجيق وكل شيء ممكن بالبيت نستفيد منه. صحيح. ما هيك صحيح. شكرا لك مره ثانيه. اما هلا بدنا نروح على السويدة بادواتها بسيطه وخيال واسع جسد انس وهبه ابن 13 سنه من قريه العنات بالسويدة. اكثر من 100 لوحه ومنحوته متناهيه الصغر على رؤوس اقلام الرصاص وحقق جوائز كثير مهمه على مستوى سوريا. اكيد التفاصيل كلها مع مراسلنا بالسويدة شاب حمدان. بادوات بسيطه وخيال واسع جسد أنس وهب ابن 13 عاما من قرية العانات في محافظة السويداء أكثر من 100 منحوتة متناهية الصغر على رؤوس أقلام الرصاص محققا جوائز مهمة على مستوى سوريا. أنس طالب موهوب ومميز من خلال جولات على المدارس لانتقاء الطلاب الموهوبين لاستقطاب لهي الصالة. تعرفت على أنس ووجدت عنده موهبة جدا مميزة اللي هي النحت على رؤوس أقلام الرصاص. العمل دقيق جدا وبحاجة لعين ثاقبة ودقيقة مثل العين اللي بيملكها أنس. حصل على عدة جوائز وآخر جائزة حصل عليها هي جائزة النحت بمهرجان مديرية المسارح والأنشطة الفنية. مجسمات صغيرة بالغة الدقة والجمال تنوعت بين حفر أسماء معينة ومعالم مهمة كالسيف الدمشقي وأشكال متنوعة لم يستغرق إنجاز بعضها أكثر من 10 دقائق. موهبته التي جاءت نتيجة تأثره بوالده الذي كان يعمل بالنحت والزخرفة على الرخام والحجارة والزجاج تم صقلها على أيدي مدربه في مركز الفنون التابع لدائرة المسرح المدرسي. موهبتي النحت على رؤوس أقلام الرصاص الصغرة بدها دقة كثير لأنه مش كل منحوتي نفس الثاني، كل منحوتي بدها الوقت اللي هي بدها إياه وكل منحوتي بدها الدقة والتعب الخاص فيها. المنحوتات بدها دقة كثير ووقت طويل وتعب جهد كبير. أصير دكتور جراح أجمع بين العلم والموهبة من جهة أنه هذه الموهبة بدها دقة كثير وشغل. نفس الشيء طبيب جراح بدها دقة والعلم بس ضيف للموهبة العلم بقدر أنه أصل اللي بدي إياه. موهبة النحت التي يقضي فيها أوقات طويلة يعمل بهدوء ودقة وإتقان يرى فيها النموذج السوري طريقا لتحقيق طموحه الأكبر بأن يصبح طبيبا جراحا يرفع اسم بلاده عاليا ويحقق رغبة والده الشهيد. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان. أكيد
اكيد رح نضل بالفن والابداع السوري، لكن اكيد خلينا ننتقل لمحافظه حماه لحتى نتعرف على الفنان زين الشامي اللي جسد منحوتات عبرت عن كافه مفاصل الحياه بالتقدير التالي. بادواته البسيطه جسد الفنان زين الشام منحوتات عبرت عن كافة مفاصل الحياة والوطن والحرب والحب والسلام، حيث استطاع أن يصنع أجمل المنحوتات التي تعبر عن واقعه وأحلامه ورؤيته للعالم بتجسيد فني مبتكر. هذا العمل هو نحت وتشكيل فني من الحجر والصلصال. هذه الأعمال منحوتات هادفة كلها تهدف إلى قضايا المجتمع وإلى صمود الجيش العربي السوري وإلى الشهيد وإلى البطولات التي قامت بها القوات المسلحة، ويتضمن عدة مواضيع كثيرة طالت الأزمة السورية من بدايتها إلى نهايتها هذه الأعمال، والقضايا الدولية والقضايا المجتمعية في العالم. هذه الأعمال مصنوعة قسم من الحجر نحت خالص، وقسم من الصلصال، وقسم من الحجر والصلصال. هي نحت وتشكيل فني لهذه المنحوتات جميعا. يعني المهنة هي مهنة تراثية ميالة للتراث، بتحكي عن القضايا التي تم طرحها في كل المجالات الفنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. استطعنا أن نقوم في أعمال فنية لكل هذه الفعاليات. الرسالة اللي حبينا نوصلها أنه من خلال الفن، أنا رسالتي أنه الموسيقى أقوى من الرصاص والثقافة أقوى من الإرهاب. ويستمر العطاء الإبداعي للفنان السوري لتبدع يداه أجمل اللوحات. للأخبارية السورية محي الدين فهد. وصلنا على مساحة جديدة كمان فرحية، آخر مساحة بصباحنا لليوم. كتير من الناس منلاقيهم مقنعين بأفكارهم، ومنقول إنه فعلا هدول الناس مقنعين. بالإضافة كمان لناس عندهم كتير من الأفكار المميزة، بس ما عندهم القدرة لإيصال أو التعبير عن هي الأفكار والإقناع فيها. اليوم رح نحكي عن هالجانبين مع الدكتورة لبنى بشارة، خبيرة بالتنمية الإدارية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتورة. صباح النور. يعني نحن فينا نقول بالأول أنه الإقناع ممكن يكون ملكي عند كل شخص، أو عند الأشخاص، بعض الأشخاص بيقدروا يملكوا هاي الملكة أنه أنا أقدر أقنعك بسهولة أكثر عن باقي الأشخاص. شو هي الملكة؟ بالبداية الإقناع هو مهارة، فممكن تكون ملكة موجودة عندنا من الأساس، أو ممكن نحن نتدرب على اكتسابها. معناته في عندنا ناحية إيجابية أنه لو ما كانت موجودة عندنا ممكن نتدرب عليها، مثل كثير نواحي بمواضيع التنمية البشرية هي السوفت سكيلز اللي هي نحن ممكن نستفيد منها ونطورها بمرحلة الشباب. نعم. ليش؟ لأنه نحن بهي المرحلة كتير منشتغل على حالنا لنبني حالنا. لكن في نقطة اللي كتير هلأ بالأبحاث والدراسات العلمية طلعت، أنه حتى بمرحلة الشيخوخة ممكن الشخص ينفتح عنده قنوات جديدة بخلايا بدماغه بتوصل لشبكات بتطور عنده مهارات جديدة. فإذا الموضوع لا يقتصر على مرحلة الشباب، ولا يقتصر على مرحلة أنه هي ملكة موجودة عندنا بالفطرة، لا، إنما ممكن حتى بمراحل متقدمة أيضا بالعمر. فالإقناع هو مهارة وهو فن التأثير على الآخر من أجل تغيير سلوك أو معتقد أو فكرة معينة لنوصل لهدفنا. تمام. نعم. طب خلينا نحكي دكتورة اليوم عن العناصر اللي لازم تكون موجودة بالحديث ليكون مقنع. يعني في لازم صفات أو عناصر تكون موجودة ليكون يعني جذاب هذا الحديث ومقنع. بالبداية العناصر الأساسية ليكون مقنع أو غير مقنع، في عنا عناصر أساسية اللي طبعا. هي أولا المصدر اللي هو الشخص اللي عم بيلقي الحديث، والمستقبل المتلقي، وموضوع الحديث. هدول ثلاث عناصر. لكن ايمت بيكون الحديث هو مقنع؟ لما يكون في عنا خصائص متوفرة بالشخص
المصدر وبالمتلقي وببيئة المكان اللي عم نحكي فيه الموضوع. فمثلا الشخص اللي عم بيحكي ليكون مقنع شو لازم يتوفر فيه؟ أولا المصداقية. هلأ رح أحكي مثال كتير كلنا بنقول مظبوط، إذا بيطلع مثلا أوقات شخص على التلفزيون بيحكي عن مسؤولياته ومهامه وهو لا يقوم بجزء البسيط منه، فنحن ما عاد عندنا مصداقية لهذا الشخص، ما عاد نسمعه مثلا، أو مباشرة ممكن نغير المحطة، ممكن نضحك إذا سمعنا وعد تماماً جديد. تماما، فمعناته أولا المصداقية. ثانيا الثقة بالنفس، لأنه الشخص لما يكون متبني للموضوع بده يكون عم يحكي عليه بطلاقة، عم يحكي بمحبة له، بإيمان فيه، فإيماني بأي موضوع أنا بدي أقنع فيه بينتقل هذا الشعور للشخص الآخر، بينتقل محبتي لهذا الموضوع للمستقبل. فإذا هي عناصر بشخصية المصدر لنقول اللي عم يحكي، المصداقية والثقة بالنفس وتسلسل الأفكار. يعني أنا إذا كنت كتير مقتنعة بموضوع لكن بحكي بنصه بآخرته بعدم تسلسل، ما بحكي المبررات مع بعضها، ما بحكي الأهداف أو النتيجة، فهون المستقبل المتلقي بضوج تبع فعطونا من الآخر، يعني شو بده حاجة نظرة عليه. تماما، فهون معناته لازم يكون في عنا ترتيب لموضوع الحوار. هذا الترتيب إمتى بنعمله؟ بنعمله مسبقا بذهننا قبل بيوم المساء مثلا، بنقول بدي إذا طبعا إذا كان على مستوى هذا الموضوع. تمام. أما حديث عادي مع رفقاتي ممكن نشوف طبيعة الشخص المتلقي. تمام، معناته مو بس المصدر في له خصائص، متلقي حتى المتلقي بشوف شو ميوله. يعني لو كان مثلا مديري بالعمل، لكن في أوقات الشخص رئيسي بالعمل ممكن يكون هو بيحب الربح، فمباشرة أنا بقول له هذا المشروع هيك بيحقق لنا ربح، فهون شو بروح على بركز له وبسلط الضوء على النواحي اللي بتهمه بالموضوع. ممكن يكون هو هدفه حاليا السمعة، انه يعمل لحاله اسم تلميع تمام لشخصيته ووجوده، فانا ببرز له النقاط اللي بتهمه بموضوعي. تمام، فمعناته ليكون الحديث او ليكون الموضوع فيه اقناع بدي عده نواحي تكون بشخصيتي وعده نواحي تكون موجوده انا بعرفها بشخصيه المتلقي. هلا اذا بدي انتقل على الموضوع بحد ذاته، حكينا على انه عناصر اي حديث هي المصدر والمتلقي والموضوع. طب الموضوع شو خصائصه؟ إذا حكينا جزء من المصدر والمتلقي، لازم يكون الموضوع فيه أولا موضوعية. يعني موضوع بده يكون فيه موضوعية، فيه منطق. طيب في أشخاص كيف منقول إنه بينجحوا بالتأثير لو ما عندهم كتير معرفة؟ نعم، هدول ممكن يتوجهوا للعاطفة، ونحن شعبنا بشكل عام عاطفي وبيتأثر، ويعني فهدول الأشخاص كمان ممكن ينجحوا لكن مو دائما. هذا إمتى بيرجع؟ بيرجع للشخص المتلقي وهدفه، هل هو فعلا بيتأثر بهي النواحي أو لا. فإذا عندنا مجموعة خصائص بالعناصر الثلاثة لازم تتوفر لحتى يكون الشخص مقنع. تمام. طيب دكتورة لبنى، اليوم بعض الأشخاص يمكن عندهم إسهاب بالحديث، بيحكوا بيشرحوا كتير لدرجة نحنا بضيق خلقنا، ما عاد قادرين حتى لو كان الموضوع كتير بهمنا ما قادرين نسمع. نفس الوقت بعض المواضيع بتحتاج لشرح، تلاقي بعض الأشخاص بتختصر، أنا بدي واحد اثنين ثلاثة على اعتبار أنه هو شخص ما بيحب يحكي كتير. اليوم حركات الجسد بالإضافة لدقة المواضيع ودقة الكلام اللي نحنا عم نحكي فيها قد بتلعب دور بإقناع المتلقي. ما بدنا نحكي كتير، ما بدنا يمكن حتى نستخدم حركات جسد خاطئة، ده هذا الشيء مهم. كتير مهم، لأنه في عنا شيء اسمه التأثير. يعني الإقناع حكينا مصادره وخصائصه، لكن في موضوع التأثير اللي هلأ تفضلتي فيه حضرتك، اللي هو منقول 55% من التأثير الشكل أو الصوري، يعني الرؤية تبعنا بيكون لها تأثير بنسبة 55% في الحديث. معناته شو بتتضمن؟ بتتضمن هي حركات الجسد، لغة الجسد، وبتتضمن الشكل، يعني الشكل اللائق مع اللباس المناسب مع الحركات المناسبة، لها تأثير بنسبة 55% تأثير الإيجابي. طيب التأثير أيضا الصوتي له تأثير بنسبة 35%،
هي لسه ما عم نحكي على مصادر ولا عناصر الإقناع، هون في عنا هي لنقول المرافق للإقناع. فالتأثير الصوتي له نسبة 35%. الصوتي اللي هو نبرة الصوت مرتفعة حادة أو مثلا صوت عريض، منلاقي مثلا بالخطاب لازم يكون الصوت عريض، بالقعدة مثلا فيها أقناع لصديق لازم يكون الصوت حميمي فيه مودة، بالعمل لازم يكون الصوت فيه جدية. تمام. هلأ لازم نعطي مسافات فواصل بين الجمل. ليش؟ لنعطي الشخص المتلقي قدرة على استيعاب ما ذكرناه. تمام؟ فمعناته إذا عندنا تأثير بالشكل وتأثير بالصوت نبرته وسرعته وحدته، وتأثير أيضا باللفظ. اللفظ نحن اختيارنا للكلمات المناسبة. لو نحن عندنا نفس الموضوع وعم نعبر عنه صح، لكن في آلاف الكلمات اللي بتعبر عنه، فنختار الأفضل لما يناسب المتلقي. تمام. مو ما يناسبنا نحن. تمام. الإقناع يحتاج لمعرفة المتلقي، وهي بيكون تأثيرها هو 10%. فشوفوا النسب قد ايه متباينة، وممكن الواحد ما يتوقع انه هالقد الشكل له تأثير. اكيد. تمام. طب خلينا نحكي اليوم، يمكن كثير من الشباب والصبايا لما بدهم يفوتوا يقدموا على حالهم لشركة او لعمل او لوظيفة عندهم مشكلة بالإقناع بتقديم نفسهم، كمان خلينا نعطي شوية أساليب بالإقناع لازم تكون موجودة. يعني حكينا عن الثقة بالنفس، حكينا عن الكاريزما، نوع الصوت كيف لازم يكون، أنا كيف فيني سوي خبراتي؟ تمام. أولا أنا بشوف المكان اللي رايحة، إذا هو رايح يقدم لمقابلة عمل، أنا هذا المكان شو متطلباته؟ هل بده فرضا سكرتاريا؟ فأنا بحكي بالأسلوب المناسب لهي الوظيفة. أما هل هو بده حدا بيعرف فرضا بأمور ورقية؟ أنا بظهر قدراتي وخبراتي، فبصير تركيزي الأكثر والمسافة الزمنية اللي بعطيها بحديثي عن المهارات المطلوبة بهذا العمل. هلأ أكيد بيجوز يكون عندي مهارات كتير تانية مو مطلوبة هون، فبيكون هذا شيء إضافي مضي على الوقت إذا حكيته ما بيفيده لهذا الشخص. تمام. فبركز على الوظيفة اللي أنا جاي أقدم عليها شو بتتطلب من مهارات، وبحكي أنا شو اشتغلت سابقا بهذا الموضوع وعدد السنوات، لكن بدون إطالة. فهون أنا قبل ما أروح على أي مكان لازم يكون مرتب في عندي مرحلة ما قبل الإقناع ومرحلة الإقناع وما بعدها. مرحلة ما قبل الإقناع شو هي؟ أنا أكيد بعرف حالي رايح أقدم لوظيفة أو رايح أقدم مشروع أو بدي أحكي مع صديقي على موضوع أقنعه فيه، شو ما كان. إذا كان موضوع مهم بالنسبة لنا فأنا بدي أكون مرتب له، هي مرحلة ما قبل الإقناع. بحدد شو الموضوع، شو الهدف منه، ما يناسب الآخر فيه. ليش؟ لأنه الفكرة الأساسية بموضوع الإقناع أنه اجعل هدفي هو هدفك. شلون؟ بتحوير وتسليط الضوء على ما يناسبك بموضوعي. تمام. هي أهم وأبرز نقطة بموضوع الإقناع. فإذا مرحلة ما قبل الإقناع بجهزها، وبجهز الاستفسارات اللي ممكن يسألها الآخر. يعني كيف إذا رايحين على امتحان فنحن منقول والله هي تمام أسئلة الدورات أو هي ممكن سؤال مهم يكون ممكن يجي تمام. فأنا هون بقول ممكن يسألني على هذا الموضوع فبحطه. هي أولا بركز على النقاط الإيجابية بالموضوع، لكن بحسب حساب يسألني على النقاط السلبية أنا ما بذكرها، لكن بحسب حساب شو جاوب إذا سألت. هي ما قبل. هلأ أثناء الحديث بكون أفكاري متسلسلة مترابطة، في اختصار بنواحي وإسهاب بنواحي أخرى. تمام. بعدين مرحلة ما بعد الإقناع بصير بطرح أسئلة عليه لأحصل على تأييده، لأكد تأييده للفكرة مشان نكون مثل حصلنا على اتفاق. طب في ناحية كتير مهمة ما منكمل فيها نحن بالعادة، إنه ما اقتنع الشخص الآخر وما وصلنا لأي يعني لأي شيء مشترك. هون أنا بنتقل من مرحلة هي من حالة الإقناع لحالة شو التفاوض. التفاوض هي تقديم تنازلات من الطرفين للوصول إلى اتفاق مشترك. تمام؟ هلأ ما وصلنا لتفاوض ما بالضرورة نختلف ونطلع متخانقين. بدي احترم رأي الآخر وبدي وصل لدور على طريقة أخرى كيف ممكن أقنع هذا الشخص. هلأ كتير مهم
انه نحن ما نضيع وقتنا. شخص هو ما عنده ثقه فيني، انا ما فوت معه باقناع، ما بيوثق الشخص، فانا بكون مضيعه للوقت، ممكن دور على شخص اخر مشترك بيناتنا هو يقنعه بهذا الموضوع. فما بوصله انا. نعم. هلا هذا الشخص طبعا انا مو بالضروره اخسره طول عمري، لكن عم نحكي عن هي المرحله اللي هو حاليا ما بيوثق فيني فرضا، فانا بشتغل على بناء صلات تواصل، لكن هي بدها شويه وقت، واذا موضوعي اللي بدي اقنعه فيه سريع فانا لا بشتغل على موضوع بناء علاقه تواصل على المدى البعيد، وببعث له حدا يقنعه بالموضوع اللي انا بدي اياه. تمام. فمعناته طبيعه الاشخاص كثير مهمه اللي نحن عم نتعامل معه. اذا هو ما في له ثقه بالشخص المقابل، او هو ما له ثقه بهي المواضيع النوعيه، مو بالشخص، بالنوعيه هي المواضيع، فانا بدي ادور على ما يخدمه ويحقق مصالحه ضمن موضوعي. نعم اكيد. يعني دكتوره لبنى حاولنا قدر الامكان نورجي كيف ممكن يكون طريقتنا بالاقناع الصح، يلي هي ملكه موجوده عنده فبيقدر يطورها، واللي هو ايضا يعني ما عنده هي الملكه فبيقدر يكتسبها اكتساب وتدريب. نقول لك شكرا دكتوره لبنى على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، واكيد نتمنى يكون النجاح محالف كل الناس سواء بالاقناع او بالعمل وبكل مجالات الحياه. شكرا لكم وبتمنى لكم نهار حلو ومشرق. نهارك حلو اكيد ونهارك حلو كمان. شكرا على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وبنتمنى فعلا يكون الحديث دائما لاي شخص مقنع حتى الطرف الثاني هيك يصير في سهوله بالتجاوب معه. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. أكيد زينب، يعني لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، حاولنا قدر الإمكان نقدم لكم قدر من المتعة والفائدة لكل شخص توجه لعمله اليوم وقال يا رب وبدي نهاره بطريقة إيجابية. إن شاء الله بقية هالنهار تكون مليانة خير حب صحة وعافية. موعدنا بكرة 9 الصبح بأفكار جديدة وضيوف جداد. تبقوا بألف خير ونهارك حلو زينب. نهارك سلامتك. حلو الله يسلمك وسلامتك كمان لأنه أنا وياكي مرضانين. أكيد بنتمنى الصحة لكل مين كان معنا برحلتنا الصباحية ويكون يوم تنجزوا فيه كل شيء. واكيد بنقول لكم من مطعم برلان كانت حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا قدمت لكم الفائده والمتعه. بقيه نهار كثير حلو، كله خير وصحه واوقات حلوه مع الاهل. تبقوا بخير.